بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من القناة الوطنية الأولى، ونستهلها بالعناوين. افتتاح قمة تونس الرقمية في نسختها الخامسة بحضور أكثر من 1000 شخصية مختصة في الميدان، ورئيس الحكومة يشدد على أن لا تتحول رقمنة الإدارة إلى رقمنة للبيروقراطية. بعد 5 سنوات من الإغلاق، استأنف نقل الفوسفات من إقليم أم العرايس في اتجاه مجمعه الكيميائية التونسي عبر الشاحنات. لجنة صحية تدرس تطور الوضع الوبائي الخطير في القيروان، وصيحة فزع بباجة بعد التوقعات بموجة رابعة قاسية للكوفيد. افتتحت اليوم النسخة الخامسة من قمة تونس الرقمية تحت شعار تحديات التحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا بحضور 2300 مشارك حضوريا وافتراضيا بإشراف وزارة تكنولوجيا الاتصالات وبحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي. تهدف القمة إلى مواكبة آخر التطورات وابتكارات التحولات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبرني والاتصالات والبيانات الضخمة. رئيس الحكومة هشام المشيشي وخلال افتتاحه أشغال هذه الدورة قال إن البرامج الموضوعة في المجال الرقمي يجب أن تمر عبر مراجعة طريقة عمل الإدارة والقطاع العام بصفة أشمل، وتطويرها في اتجاه تبسيط إجراءاتها حتى لا تتحول رقمنة الإدارة إلى مجرد عملية رقمنة للبيروقراطية على حد قوله. وذكر المشيشي أن أولويات عمل الحكومة تتمحور حول إيقاف نزيف المالية العمومية وإعادة الانتعاش للاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار وإصلاح القطاع العمومي، بالإضافة إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الفئات الهشة، مجددا التأكيد على قناعته الراسخة بأن التكنولوجيا والرقمنة تمثل أهم الآليات التي ستمكن من تحقيق هذه الأولويات ومن بلوغ الأهداف المرسومة. واعتبر المشيشي أن لتونس اليوم الإمكانيات لتكون رائدة في المجال الرقمي في إفريقيا والمنطقة العربية، وتطرق إلى الديناميكية التي خلقها مشروع تونس الناشئة والحماس الذي نتج على إثر إرساء قانون المؤسسات الناشئة، وهو ما يقيم الدليل على أن إرساء الأطر القانونية الملائمة لتشجيع الابتكار والتجديد يسهم في تحقيق نجاحات كبيرة وفي استرجاع الثقة في إمكانيات البلاد وفي الفرص المتاحة بها. تونس عندها ان بوتنسيال اكستراوردينير موجود في شبابها، تونس عندها ان بوتنسيال اكستراوردينير موجود في كفاءاتها البشريه اللي قادره على الابداع خاصه في المجال الرقمي، والمجال هذايا الحق والناس العامله في المجال هذايا وخاصه الشباب العامل في المجال هذايا كانوا اكثر ناس استفادوا من جائحه كورونا. هذوما ناس عندهم قدره انه يحول الصعوبات الى تحديات وينجح في تحقيق التحديات هذايا. كورونا حلت البيبان قدام العديد من المؤسسات الناشئة في القطاع الرقمي، الرقمنة أيضا سرعت في عديد البرامج اللي احنا كحكومة نخدموا عليهم. احنا المعرف الوحيد خذا معناها انيلون اكستراوردينير بار لو فيت كو حاطين عليه الانيفور معناها اكثر خلال فترة الكورونا. القاعدة المعطيات نتاع العائلات المعوزة، زاد أيضا النسق إليلون اللي لقاته خلال الفترة هذية ما لقاتوش خلال السنوات اللي تعدت الكل. هذوما بعض الإكزامبل معناها بعض الأمثلة اللي نتعدى عليهم عارضا، لكن اللي نحب نأكد عليه أنه مجال الرقمنة هو المجال اللي هو المجال المستقبل بالنسبة للشباب. صرفت المفوضية الأوروبية التابعة للاتحاد الأوروبي مبلغ 300 مليون يورو، حوالي 994 مليون دينار، لفائدة تونس في إطار برنامج الدعم المالي الكلي بين تونس والاتحاد الأوروبي المبرمي في نوفمبر 2020 والمقدرة قيمته ب 600 مليون يورو. وتندرج هذه الدفعة في إطار حزمة إجراءات متعلقة بجائحة كوفيد-19 بقيمة جملية تناهز 3 مليار يورو لمساعدة 10 شركاء للاتحاد الأوروبي على الحد من التداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19،
حسب المفوضية الأوروبية. وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في أفريل 2021 على هذا البرنامج الذي سيمكن تونس من تعبئة موارد مالية ومواجهة التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 في مرحلة أولى وتوفير موارد إضافية. بعد 5 سنوات من الغلق شهدت قفصة عودة لنشاط عملية نقل الفوسفات من إقليم أم العرايس باتجاه مجمعه الكيميائية التونسي عبر الشاحنات. نعود إلى التقرير حالما يكون جاهزاً. تبقى المعارض والتظاهرات من بين المناسبات الهامة التي ينتظرها الحرفي والمستهلك على حد السواء، ففضلا عن الترويج للمنتوج الحرفي فإنها تكون مناسبة أيضا لإبراز المخزون التراثي وخصوصيات الجهات التونسية. في الساحل تنتظم الدورة الثالثة لمعرض الصناعات التقليدية بمشاركة حوالي 200 حرفي وحرفية من مختلف ولايات الجمهورية، وتتميز هذه الدورة بتخصيص فضاء للمرأة الريفية إلى جانب برنامج متنوع للحث على استهلاك المنتوج التقليدي التونسي. فعاليات المعرض تتواصل إلى غاية 6 جوان الجاري. هي أجواء معرض الساحل للصناعات التقليدية في دورته الثالثة، حيث تنوعت الفضاءات التجارية للصناعات التقليدية، كما اتسع المعرض أيضا للمجمعات الحرفية في إطار مشروع تونس الإبداعية. أي حاجة تتعمل بالسعف توا ما عادش فما حاجة حكر على السعف ولا حاجة أخرى، تعمل به لتابي، القفة، الساك، المروحة، الشابو بأنواعهم، الأباجورات. بون الترويج يبقى ديما صعيب، علاش؟ خاطر ديجا النساء العاملات في الصنعة هذه ما هيش هي اللي تروج ديريكت وما هيش هي اللي تبيع، ولات الحاجة تتهز منهم من عندهم بسوم بخس، وتكون اللي هو أكثر مربوح ما هوش للعاملة، لا للتاجر. نخدموا المرقوم، عندنا برشا إبداع، شوي شوي الإقبال ديجا ماهوش لك الكل على جال الكورونا. الكورونا هي ديجا حبست برشا حرف. نخدموا فيها اليوم فوق ال 25 سنة، ونت البنيات المنقطعين على الدراسة، ونساء ما قروش أصل وعندهم صغارهم، واحدة عندها 5 في العيلة، واحدة عندها 6، تحب تعيل عائلتها وصغارها وتوكلهم من الصنعة هذه. ثم ترونسبور، ثم تعب، والخيط زاد كيف كيف. المادة الأولية تو غلات، وبالنسبة لي نحن الدولة ما تمولش، كيما ولادي أنا عاملوا مطلب وفهمتني، ومشاو عملوا تكوين وكل شيء باش يحلوا مثلا باش يعملوا مشروع، فهمتني؟ مشروع مام عطيه 3 ملايين، شنو 3 ملايين باش يعمل بيه؟ 3 ملايين ما يجيبوش كيلو مرجان تو. فاحنا نقترحوا انه كل واحد كل قطاع يتدرس وحده وتعرف شنو النواقص اللي فيه، وش نحبهاش تندثر. مزيد دعم الحرفيين خاصة بالمناطق الداخلية لترويج منتوجاتهم والدخول بأكثر قوة للسوق الداخلية، تقريب المستهلك التونسي والمواطن التونسي منتوجات الصناعات التقليدية. الهدف من هذا المعرض هو مزيد دعم ترويج المنتوج التقليدي خاصة بعد فترة ركود تواصلت لمدة أكثر من سنة كاملة إثر الكوفيد. هذا معناتها فترة أنه ندعم الحرفيين. منتوجات متنوعة وإن اختلفت فهي تلتقي في الأصل لتخفي وراءها مخزونا تراثيا وحرفيا ظل مطلوبا رغم الظروف والمتغيرات. باهي فما حاجات مزيانة، وفما أسعار عالية شوية، فما أسعار متوسطة، فما ناس تفرح بيك برشا، فما ناس تفرح بيك متوسط. وجود كل شيء أما عالي شوية. أنا ريني وبعد تم شوفوا نرجع. لبس التقليدية نحبها وباهية زينا في العروسات والمناسبات. معرض للصناعات التقليدية هو الأول من نوعه بالساحل منذ جائحة كورونا التي أثرت على القطاع وعلى الحرفيين بشكل خاص، ودورة أخرى لدعم تراث أصيل يأبى النسيان. نعود إلى قفصة وإلى استئناف نشاط الفوسفات. وكما قلنا قبل قليل فبعد 5 سنوات من الغلق شهدت قفصة عودة لنشاط عملية نقل الفوسفات من إقليم أم العرايس في اتجاه مجمعه الكيميائية التونسي عبر الشاحنات.
بمغسلة الفوسفات بأم العرايس استأنف وسق الفوسفات التجاري نحو المتلوي ومنه إلى معمل إنتاج الأسمدة الكيميائية بالمظلة بعد توقف لخمس سنوات بسبب توتر المناخ الاجتماعي بالمدينة المنتجة لنسبة 10% من إجمالي إنتاج شركة فوسفات قفصة. 6000 طن يوميا بواسطة شاحنات نقل المواد المنجمية. هذا العودة معناها تمت معناها منذ على أثر التوقف منذ جام في 2016. استأنف توا الوسق بنسق مرتفع، نرجو أنه تكون هذه بانطلاقة جديدة. في الوقت الحاضر العمل العادي، أشغال الصيانة وأشغال الإنتاج، المناخ الخارجي ما يعبر عنه بالمناخ الاجتماعي مستقر، نتمنى أنه يبقى الاستقرار هذا. نحيو كل الأطراف المتدخلة، كسواء معنا سلطة محلية، كسواء معتصمين، كسواء أبناء جهة أم العرايس. نحب نذكر في الإطار هذا راو الحفاظ على الشركة راو حفاظ على الجهة وحفاظ على الوطن ككل. 1,100,000 طن من الفوسفات التجاري مخزون هام بمغسلة أم العرايس شرع في وسقه عبر شاحنات شركة نقل المواد المنجمية بنسق ضعيف بسبب محدودية الأسطول. حاليا الشركة الوطنية للمواد المنجمية موفرة أسطول معناها يتراوح بين 20-30 شاحنة يومية في على امتداد 3 حصص. وصلنا توناج بريسك يوميا 6000 طرناطة اللي هو كادونس ضعيفة برشا بارابور للعادي. شركة فوسفات قفصة ولئن تمكنت من إعادة دورة وسق الفوسفات التجاري من إقليم أم العرايس لأنها لم تتمكن من استئنافه بكل من إقليمي المظلة ورديف اللذان يشهدان حراكا اجتماعيا واسعا يطالب بالتشغيل ويعطل إنتاج الفوسفات وتحويله ووسقه. في ظل وضع وبائي وصفه المدير الجهوي للصحة بالقيروان محمد درويس بالخطير جدا، بلغت فيه نسبة التحاليل الإيجابية 50% وطاقة استيعاب المؤسسات الصحية بالولاية 90%، ينتظر أن تعقد اللجنة الجهوية الموسعة لمجابهة الكوارث مع لجنة من وزارة الصحة اليوم جلسة لاتخاذ الإجراءات الضرورية وتلافي النقائص التي يشهدها القطاع الصحي بالجهة. وفي باجة أفاد المدير الجهوي للصحة الياس عمار أن جميع المؤشرات بالجهة تنبئ بحصول موجة رابعة ذات ارتفاع نسبة التحاليل الإيجابية وعدد الوفيات بعد أن كان قد شهد استقرارا خلال الأيام الفارطة، ما دفعه إلى إطلاق صيحة فزع وتحذير للمواطنين. نقولوا في صيحة فزع أو النجم نقولوا هكا، وأنه يلزمنا نزيد ونرجع للاحترام بروتوكولات الصحية، يلزمنا نزيد ونرجع ونتبهوا شوية خاطر فريمون ما هيش معناتها مؤشر مش باهي حتى الطرف. بالنسبة لنا عنا توا 4 معتمديات ولا 5 نيفو دالرت عالي برشا ومرتفع اللي هما باجر جنوبية وباجر شمالية. عنا زادة تبار، عنا تبرسق رجعت بعد اللي سيطرنا على الوضعية الغادي، ولكن رجعنا مرة أخرى معناتها الوضعية معناتها ما يش باهية ويلزمنا نزيد ونتبه. في الأثناء أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء أمس حول الوضع الوبائي اليومي بأنه تم بتاريخ 31 مايو 2021 تسجيل 66 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفيات في تونس منذ ظهور الوباء إلى 12720 وفاة. ووفق المصدر ذاته فقد تم تسجيل 1512 إصابة جديدة بالفيروس بعد إجراء 6687 تحليلا مخبريا. عملا على مزيد دعم أقسام الولدان بالمستشفيات وخاصة بأقسام الإنعاش وأقسام الاستعجالي، تسلمت تونس اليوم هبة من اليابان تتمثل في 25 آلة محمولة لنظام الموجات فوق الصوتية، أجهزة كشف بالصدى متطورة، إضافة إلى 71 حاضنة من المنتظر تسلمها في شهر نوفمبر القادم. بهدف مزيد دعم أقسام الولدان بمختلف مستشفيات الجمهورية وخاصة التي تشكو نقصا في التجهيزات، تسلمت تونس اليوم هبة من اليابان متمثلة في مجموعة من الآلات المحمولة لنظام الموجات فوق الصوتية. عندنا 41 جهاز إيكوغرافي ما تفحص كشف بالصدى محمول، وهذا يستعملوه برشا متطور جدا ويستعملوه إن شاء الله في الأقسام الاستعجالي وأقسام الإنعاش.
وكذلك 71 كوفوز للأطفال الولدان مش ندعموا بهم أقسام الولدان اللي يشكيوا من نقص في الأجهزة هذه، وإن شاء الله في نوفمبر يجيوا هذوما وإن شاء الله يدعموا المنظومة الصحية التونسية. C'est un don de 13 millions de dinars qui permet d'acquérir. هذه هبة بكل 13 مليون دينار وتتضمن أجهزة طبية متطورة ستساعد تونس في تحسين الخدمات الصحية المكثفة والاستعجالية. D'améliorer le système médical, surtout le service de soins intensifs et d'urgence. وأكد وزير الصحة بأن الحكومة اليابانية تدعم منظومة كوفاكس وستضخ أموال إضافية لدعم كل ما يخص منظومة تبريد التلقيح. لابد من توفير كل الظروف لتسهيل عمل شركة إيني الإيطالية للمحروقات في تونس وكل الشركات الأخرى على حد السواء التي تعتزم الاستثمار في تونس، ذلك ما أكده أمس رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال لقائه بوفد رفيع المستوى عن شركة إيني الإيطالية بقصر الحكومة بالقصبة. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد دعا مشيشي إلى توسيع أنشطة الشركة، سيما وأنها أول شركة أجنبية تستثمر في تونس في مجال المحروقات وتوفر 25% من الإنتاج الوطني للمحروقات. وكان وفد عن الشركة صرح خلال لقاء سابق في وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بأهمية دعم الاستثمار في مجال المحروقات والعمل بصفة تشاركية لحلحلة كل الإشكاليات المعرقلة للاستثمار في مجال المحروقات ومواصلة مساندة المؤسسات الناشطة في المجال. وكانت شركة إيني عبرت منذ موفى سنة 2020 عن عدم رضاها عن مناخ الأعمال في تونس وعن نيتها في المغادرة. زيارة رسمية بيومين يؤديها الوزير الأول الفرنسي جون كاستكس مرفوقا بوفد وزاري وعدد من رؤساء المؤسسات الاقتصادية الفرنسية بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي. وفي الزيارة التي تنطلق عشية اليوم سيكون للضيف الفرنسي لقاءات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجول، لتتوج أعمال المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي في نسخته الثالثة بعدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الاقتصاد والتنمية والعدل والدفاع والأمن والتعليم العالي والبحث العلمي. علق الاتحاد الإفريقي عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الذي وقع هناك الأسبوع الماضي، كما هدد الاتحاد حسب بيانه الصادر أمس بفرض عقوبات على مالي إذ لم تعد الحكومة التي يقودها مدنيون إلى السلطة. وألقى الجيش القبض على الرئيس المؤقت بانداو ورئيس الوزراء مختار عون للأسبوع الماضي، وضغط عليهما كي يستقيل مما عرقل مسيرة انتقال سياسي عبر انتخابات ديمقراطية بعدما أطاح انقلاب عسكري آخر في أوت الماضي بإدارة سابقة. وعلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس عضوية مالي يوم الأحد، وكان الاتحاد الإفريقي علق عضوية مالي بعد انقلاب أوت الماضي لكنه أعادها بعد أسابيع قليلة عقب الإعلان عن إدارة انتقالية جديدة بقيادة مدنية. فيما تستمر المفاوضات في فيينا في جولتها الخامسة لمحاولة إعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي ودفع طهران إلى احترام التزاماتها النووية، يواجه المنسقون تحديات كبيرة في تحديد تاريخ الدعوة لجولة سادسة جديدة، خاصة وأن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعا لمجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة ملف إيران بناء على تقريرين رفعهما أمين عام الوكالة قبل يومين أفاد بعدم حصوله على معلومات تشرح سبب وجود آثار يورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع إيرانية. تأتي هذه التطورات في وقت عبرت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من وجود مواقع نووية إيرانية لم تعلن عنها طهران، وأبدت مخاوفها من ارتفاع مخزون اليورانيوم الضعيف تخصيب لدى إيران والذي تفوق كميته 16 مرة الحد المسموح به في الاتفاق الدولي الذي تم توقيعه عام 2015. ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية غرقت اليوم بعدما شب حريق على متنها الليلة الماضية في خليج عمان، وذلك بعد ساعات من محاولات فاشلة لإخماد الحريق.
ومع ذلك فقد تم إنقاذ جميع أفراد طاقمها. وفيما لم تذكر وسائل الإعلام تفاصيل أخرى بشأن الواقعة، أوضح التلفزيون الرسمي أن السفينة كانت في مهمة بالقرب من ميناء جاسك جنوب إيران الواقع على خليج عمان، وهو ممر مائي يتصل بمضيق هرمز الذي يعبره نحو 5 نفط العالم. وفي عالم الفضاء، ومن روسيا، خرج رائد فضاء اليوم من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح في مهمة تستغرق 7 ساعات تقريبا، إذ يجب على الرائدين إعداد القطاع الفضائي الروسي لوصول مختبر نوكا الفضائي والتحامه بالمحطة الفضائية. وتقوم مؤسسة روسكوسموس الفضائية الروسية بالبث الحي لعملية خروج رائدي الفضاء الروسيين من المحطة وعملهما في الفضاء المكشوف. نختم بالثقافة، حيث تدور اليوم مباريات ربع نهائي مسابقة كأس تونس لكرة القدم، حيث يحل النادي الإفريقي ضيفا على مستقبل سليمان، ويستضيف النادي الصفاقسي الأولمبي الباجي، ويبار الاتحاد المنستيري ضيفه الترجي الجرجيسي، فيما يحل نجم المتلوي ضيفا على الأولمبي للنقل. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام النشرة، ونذكركم بالعناوين. افتتاح قمة تونس الرقمية في نسختها الخامسة بحضور أكثر من 1000 شخصية مختصة في الميدان، ورئيس الحكومة يشدد على أن لا تتحول رقمنة الإدارة إلى رقمنة للبيروقراطية. بعد 5 سنوات من الإغلاق، استأنف نقل الفوسفات من إقليم أم العرايس في اتجاه مجمعه الكيميائية التونسي عبر الشاحنات. لجنة صحية تدرس تطور الوضع الوبائي الخطير في القيروان، وصيحة فزع بباجة بعد التوقعات بموجة رابعة قاسية للكوفيد. في الختام إليكم منا أجمل تحية، وإلى اللقاء.